اهلا ومرحبا بيكم. اليوم شنو مع بعضنا البريوش، شويه انواع هكا اشكال نتاع بريوش، مزيانه برشا وبنينه، سختو بنينه. الوصفه والمقادير نتاع الخبز البريوش، هوني عندي 600 غرام فرينه، خديت 600 غرام فرينه، خديت 2 بيض، خديت 280 مللتر حليب، 280 مللتر حليب دافي، معناها دافي كي تحط فيه صبعك ما يحرقكش وماهوش بارد للخميره. هوني خذيت 14 غرام خميره فوريه، 14 غرام خميره فوريه، خذيت 10 غرامات ملح، خذيت 10 غرامات خميره حلويات بيكنج باودر يعمل لنا كيما المحسن الغذائي في العجينه. هوني عندي 70 مللتر زيت، وعندي 140 غرام ضعف الكميه نتاعها، 140 غرام زبده، الزبده باش نحطها في الاخر مش طوى. عندي 80 غرام سكر، 80 غرام سكر حبيبات عادي، وغادي عندي 40 غرام كاكاو باش نعمل شطر عجينه بالكاكاو، شطر عجينه بلاش. وعندي لهنا روح الفانيليا. نبداو مع بعضنا في طريقه التحضير. هوني باش نعملها في العجينه، انا في ايديكم بيديكم اكيد تنجموا تعملوها. ونحط المكونات الجافه، عندي الملح، الخميره الفوريه، وخميره الحلويات، والسكر. الملح ديما نبعدوه على الخميره، والسكر نحطوه بعد الخميره، ونحطو الزيت باش يتبسو. تحبوا تستغنيو على الزيت تحطوا في بلاصتو زبده، تحطوا 70 غرام زبده مع 140 هذيك، معناها 210 غرامات زبده. ونحط الفاني، روح الفاني، بسم الله يبلل على الاخر، ولا سكر الفاني المتوفر عندكم. وطوا باش نحطها في العجينه تدور، ومن بعد نحط لها الحليب. الحليب طوا باش نحطه سخون فوق هكا فوق الخميره، ومانيش باش نحط الحليب الكل كيما طراو، حتى نعجن ونشوف روحي يقبل ولا ما يقبلش. البيض لهنا نجي نحلو، بسم الله، فوق الحليب هكا، ونجيب المغرفه نحلو مع الحليب هكايا، نحلهم في وحدهم في كيس واحد. ديجا عملت لكم قبل البريوش، اما بطريقه اخرى بوصفه اخرى، نخلي لكم الرابط نتاعها في صندوق الوصف. نخليهم غاديكا لو طون كو تقريبا 4 5 دقائق، ونحطهم في الماكينه. وطوا باش نخدم العجينه نتاعي ونخليها تعجن حتى نشوفها تستحق اكثر ولا ما تستحقش الحليب باش نزيدها. ريتوك الكشكوشه اللي عملتها الخميره، صايي طاوة نخليها تتخلط، نخليها تتعجن 5 دقائق ونرجع لها. ولهنا من بعد مرتبط هكايا طاوة، نجي الزبدة نحط لها الزبدة هكا بشوية بشوية، ونعاونها باش تدخل فيها الزبدة. حتى بيديكم تنجموا تعملوها، انا قبل كنت تعملها بيدي. وهكا بعد ما تعجنت وارتبط باش نعملها بوز، وناخذ اكثر من شطرها تقريبا هكا، نحطو في بول وحده، نزيد شويه اخر مانيش باش ناخذ برشا يعني من وحده. تقعد هذايا طاب باش نزيدها الكاكاو، هذاك علاش لبست لكم باش ما مسخش يدي. ها هي العجينه تاعي كملت، ها هيك الطراوه نتاعها كيفاش لازمها تكون. باش نخليها في العجينه لهنا، نسكر عليها نخليها تخمر هي والعجينه هذيا، سكر عليهم بالسلوفان وخليهم بين ساعة ساعتين 3 سوايع ماكسيموم، ونشكلوهم. طبعا بعد ما عداو ساعتين ونص تقريبا ولا أقل شوية، كيفاش تنفخوا هذه كحلة ماكمش باش تراوها مليح، وهذه شو ما شاء الله كيفاش وليت تفاعلت بالكدا. نبداو بهذايا، بسم الله، هاي كما دامها مزيتة بالزبدة ماهيش باش تلصق لنا، بسم الله. حاولوا ما نعاودوش نعجنوهم، ونعاودو نخدموهم
عندي الفارينة هوني، حط هذي هوني، طو نجيها بعد، نجي هوني زادا نرش الفارينة ونحط متاع الشوكولا هكا خفيفة شوشة تهبل في اليد ما شاء الله تبارك الله. هوني عندي ثلاثة بيض وزوز شوكولا كاكاو مارون، شنو باش نعمل لهم؟ نجي هوني نبدا بالبيضة الاولانية، نرش عليها الفارينة هذه بركة، هذه اثنين، وكملت اخر كعبة نحطها فوقهم هكا هكايا، ونجي نقصها مستوية، نحاول نجيب صحفة تقرب لها هكا، بسم الله هكايا، ونزيد نحلها بالقلقال بسم الله. بعد نجيب كيسة كيا نجيبها في الوسط نحطها في الوسط هكا مثلا، وننزل عليها هكايا مليح، ونحاول نعمل علامة من فوق كهو يعني مش للاخر مش للوطة يعني هكا، وبعد نجي نقصها بسم الله، نقص هكا هكايا يلزم يكون عدد زوجي، 2 4 6 8 10 وهذو ما يزوم يكونوا زوز معنى ما يكونوش ثلاثة هكا يا فوالا هكا هكا. من بعد نجي هكايا نعملهم هكا بالعكس عكس بعضهم هكا، وننزل عليهم من هنا وبعد ننزل عليهم من نعاود نوريكم، نجيهم هكا عكس بعضهم ننزل عليهم منا وبعد ننزل عليهم في اللوطة هكا، نجيو هكا عكس بعضهم وهكا ننزلوا عليهم اللوطة ومن فوق باش تظهر كل الالوان هذيك، نحاول نربطهم بالكدا في بعضهم هكا وبعد هكا، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نجي ناخذ هكايا ندورهم لداخل هكا معناها مقابلين بعضهم كيف هكايا، الزوايا المقابلين بعضهم هما اللي من اللوطة باش يجيو هكا، ننزلوا عليهم وبعد نجبدوا الزوايا اللي قاعدوا على برا ونطلعوهم الفوق هكا هكا وهكا، نحي الكيس وهذه النجمة تاعي هكا هكا وهكا، ونحطها ننزل عليهم هنا نحاولوا ما نخليهمش يتحلوا
سيناء منظرها ما عادش هو. هوا البلا نتاع الفرن حطيت عليه بابي كويسون، بليته بالماء من الوطا باش يشد فيه بابي كويسون، سينا يبدا طاير. بسم الله. شي هكا ونستويها هوني. الشكل الاولاني ضر معانا، نمشيو للشكل الثاني. نجي لهنا والمره هذه باش نحلهم بالطول. وكملت اخر كعبه، حطيت واحده بواحده هاكم طاق بطاق. ونحلوهم مع بعضهم. بسم الله. ما ننزلوش بالقوي، ما نقصوهاش خلاص، نبداو بشويه بالسياسه بالسياسه نمشيو. هكا هكا وبعد بالعكس هكايا. وهكا سهله ما فيها شيء. توا نجي باش نعملها رولي. نروليها هكا بسم الله هكا وهكا، ونحاول نسكر عليها هكا ونحاول نحلها، نخليها ترتاح شويه ومن بعد نحلها خاطر ما حبش تتحل معايا. في الاثناء نحضروا الطرف الاخر. نجي لهنا نحط حليت الشوكولا هذيك الكاكاو والبيضه هذه، نحطهم فوق بعضهم هكايا. باش نقصها على اثنين بدلت التكتيك، ونحطها هكا تولي لي 4 تيقان. هوني ما تقص لي المقطع اللي مصوره فيه، حليتهم بالقلقال للي ولي دوره كامله هذيك، معناها الكل فوق بعضهم حليتهم بالقلقال. ونجي هكا نقصها هكايا وهكا وهكا، ومن بعد نجي هكايا لهنا ينحلهم هكا بالسكينه، وإلا نجي هكايا وننزل عليهم هكا نحلهم، مش الكل يعني جوست هكا في الوسط. من بعد نجي ناخذ وين الشق هذاك وندخلها. وبعد نجي ننزل عليها من هنا هكا هكايا وهكا تولي لي كيما الفراشة ولا وردة. نجي بالعكس ندخلها هكا ونسكر عليها من هنا كالريشة تولي. نكملهم بنفس الطريقة، ونجم حتى نعمل بالعكس، معناها ناخذ البلاصة البيضة هذيك ونجي هكا نخرج هكايا هكا وتولي هكا. نجي ناخذ هذيا اللي ملوحوهمش كالزايدين هذوكم تاع قبيلة،
احلهم. هكا ونجي لهنا ننزل عليها. هكا شكل بالبقايا الطبق. هكا نجي نجبد هذيك نتاع قبيله اللي عملتها، وبعد جي ناخذ خيط السنين كيما هكا ونقصها بخيط السنين. بسم الله نحي ولا حراف الساعة هكا خير من انها بالسكينة باش تقال لي. ومنا كيف كيف قصانها يولي اسهل. وطاوة باش نقصها هكا كيما البان والشوكولا هكايا. وطبعا بعد ما كملنا خذيت كعبة بيض لهنا حلها ونحط فيها شوية حليب. هكا الحليب يعطيني الطراوة والهشاشة من فوق. وإذا البيض متاعكم زفرت نجمو تعملوا القهوة. القهوة تنحي الطعم هذاك الريحة هذيك متاع الزنخة ولا الصفورة ولا شي يقولوا لها. طبعا نجي ندهنهم كيما خليتهم هكا خمروا شوية تنفخوا زادوا تنفخوا ضعف الحجم متاعهم. طبعا ندخلهم على الفرن. ديجا الفرن قبيلة يسخن على 190 درجة بين 180 و 200 درجة ونخليوهم تقريبا 15 دقيقة يكملوا ونوريهمكم كيفاش ولي. الأولاني أهو حضر، أهو الكرواسون خفيف يهبل طري على الأخر. عندي ناباج لهنا كنت عملته لكم قبل خليه لكم في صندوق الوصف. ناخذ شويه منه باش ما نفزدوش هكا باش كي نهبط الفوشه فيه ما يزيدش يصبر اكثر من هكاك. نجي طاوة نعمل الناباج نتاعي باش يعطيه لقه. نجمو حتى نزينوهم بلي بيبيت دو شوكولا هكا مثلا والا باللوز ولا بوفريوا. عندي بوفريوا هكايا نجم تجيو تزينوهم هكا. جست شويه باش ما نكسرهمش المنظر نتاعهم هكا. شوفوا الطراوة والهشاشة نتاعو هاو كم زال سخون. هذا كان البريوش نتاعنا. شوفوا الطراوة ياسر روعة. الطبق الثاني حضر، حضروا الكعبات هذوما نستناهم يبردوا شوية ونعملو لهم الناباج. نجم نعملو لهم طوا ناباج هكا وزيدوا يبردوا نعاود لهم شوية اخر. هزلكم شوفوا هكا طايبة من الوطا هكا طايبة من فوق طايبة من با 15 دقيقة. وكالطراوة خاطر سخونة برشا ما نجمش ننزل أكثر من هكا ياسر مزيانة 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 على الأخر. وهو حضر البريوش نتاعي نعاود نعمله مرة أخرى نفاج. هاكا نباج يزيدو لقة على لقة وحتى المطعم قلت لكم ياسر روعة. بطبيعة انتي وطعم النباج اللي باش تعملو ان شاء الله. مرة جاية نعمل لكم نباج متاع الغلة.
هاكا، شوفوا اللقه كيفاش وليت ما شاء الله. توا نرش عليها مثلا هذه، نحط لها عندي نوازيت هكا شويه شويه مش برشا. وطوا نحلو مع بعضنا كعيبه، نجيو هكا بسم الله. ها هيك شوفوا الطراوه، والهشاشة شوفوا هذيا، هذه من داخل هكا شوفوا قديش طريه، ميم با 15 دقيقة على 200 درجة ولا 190 درجة. شوفوا طراوة ما شاء الله تبارك الله، كيف كيف الكلهم كيف كيف هكاكا. ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم، وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله، وبسلامة.